السلام عليكم. وعليكم السلام. واش تقبلي تمشي عند الطبيب الراجل اللي يقلبك؟ على حسب المرض اللي غادي نمشي على قبله عند الطبيب. يعني الا كان المرض زعما عادي نمشي عند الطبيب، ولكن الا كانت شي حاجه مختصه بالنساء نمشي عند الطبيب نفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش تقبلي تمشي عند الطبيب راجل؟ لا ما نقدرش. علاش هكاك؟ ما نقدرش. يعني ما راح احسن مره فحالي بحال غادي تقدر تفهمني. على حسب راجلي، الا كان يعني يبغي نقدر نمشي، اما انا ما عنديش مشكل. الا كان راجلك يخليك تمشي عند طبيب ماشي مشكل عادي. وانتيا يعني الانسان الا كان مريض ما كيخممش واش طبيب ولا طبيبه، فهمتي؟ كيبقى يخمم غير في المرض ديالو. خلاه. علاش لا؟ شنو السبب؟ حيت الطبيب ممكن غيداوي لي مراشي وغادي يعشق لي مراشي، ما كاينش علاش ما نخليهاش تمشي عند طبيب ديال الرجال. وبحال طبيب ديال الرجال بحال طبيب ديال العيال، ماشي مشكل. المهم عادي، القضيه عادي. مازال في شحال هادي في العصر، شحال هادي كان تيقول لك الراجل لا مرشي ما نديهاش عند، خصوصا المتدينين تيقول لك ما نديهاش زعما عند راجل، خصني نديها عند مرا طبيبه بحال بحالها. ولكن دابا حنا هاد العصر ولينا نشوفوا شي حوايج اللي بعاد من هادشي اللي تتسول عليه، فهمتيني؟ المهم نعطيك الراي ديالي في هاد القضيه. السلام عليكم. عليكم السلام. الا قدر الله مرتي، واش تمشي عند طبيب راجل؟ ما عنديش مشكل، انا نمشي عند طبيب ديال راجل، بحال طبيب راجل بحال طبيب ما كاين حتى شي فرق. هو المانع ان يفتش رجل مختص في بيولوجية الإنسان جوجة وله كفاءة، أفضل الجينيكولوج ماسكيلا على نجيب شوافة أو عرفة أو مشعويدة. يجب أن نتعلم العقلية العلمية وبها انتصر علينا الغرب. ماشي زعما كاين على الطبيب ديال الرجال عادي ما كاينش مشكل، حتى فهمتيني الطبيب ديال الرجال ما عادي ما كاينش شي حاجه. ماشي زعما ديال الرجال، طبيب راجل. طبيب راجل مرتي تمشي عند طبيب راجل ما كاينش مشكل، فهمتيني؟ على حسب حنايا فهمتيني غيكون هذاك الطبيب اللي كان مزيان، كون طبيب مختص في شي حاجه هو اللي كاين في هذاك الحي ولا هو اللي كاين في هذيك البلاصه عادي ما كاينش مشكل تمشي عنده.